قصة ضربت أروع الأمثال في تكاتف الأخوة والتربية الصالحة. مرتضى السرهيد مواطن من الأحساء ينقذ حياة أخيه علي بعد إصابته بالفشل الكلوي. السنة العيد عيدين علينا، مناسبة أول حاجة نجاح عملية الأولاد مرتضى وعلي، والمناسبة الثانية عيد الفطر المبارك. حكايات النجاح في التبرع بالأعضاء كثيرة، وكل حكاية لها أبطالها، فما هو الشعور حينما ينقذ حياتك عضيدك؟ من وقت جهالتهم لين الله أعطاهم هالأشياء طولة العمر، ولا الله أعطى علي سبحانه وتعالى شيء لا في البال ولا في الحسبان، لكن الله اللي الله يسوي هو العدل. لكن الحمد لله رب العالمين، الله أعطى أخوه خلاه أبدا ما يحتاج الحق أي حاجة، تبرع له بالكلى وعطيها، والحمد لله رب العالمين أمورهم طيب اثنينهم. بداية أنا أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأتقدم بالشكر أيضا إلى طاقم الطبي مستشفى الملك فهد التخصصي. الكل بصراحة من أول يوم توجهنا لهم الكل ودي خدمك، أخذوا التحاليل اللازمة. التبرع بالدم يحسك بسعادة، ما بالك بعضو. وفعل صراحة يعني فعل أي شيء فيه خير للناس فيه سعادة. دخلت العملية بسلاس ورافع معنويات من عندهم، يسهلون لك كل شيء سبحان الله. يعني من تخش تتكل على الله أمورك سهلات، الحمد لله رب العالمين. والله أول شيء الشكر لله يعني، والفضل لله، والفضل له بعدين يجي، لأنه ما قصر من أول. يعني ما انصبت بالفشل الكلوي جاني وقال لي أنا معك. يعني سجلت المملكة تزايدا ملحوظا بعدد مرضى الفشل الكلوي خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الحالات مع نهاية العام الماضي نحو 28 ألف مصاب. محمد المزيدي، الإخبارية، الأحساء.